اسمي سارة الحربي من السعودية جدة. جيت هنا مع أخويا وماما، كلنا بندرس هنا مع بعض، فحلو عشان ما أحس أني أنا لوحدي. حتى لو أنا بدرس كلنا ندرس مع بعض. لما جينا نيوزيلاند بلدة غريبة وجديدة علينا، ما كنا نعرف فين نقدم، فين نبدأ، إيش أحسن مدرسة، إيش أحسن مكان. جينا global student أعطونا خيارات وطرق كيف نبدأ ندرس هنا، ولأن إحنا اخترنا شفنا إيش أحسن لنا الحمد لله، وساعدونا نقدم على المدارس والحمد لله الحين ماشي كويس. جيت نيوزيلاند كل يوم لازم أستخدم هذه اللغة، هذه اللي طورتها أكثر، واللهجة كمان أخذ شوية من لهجتهم. أحياناً أحب أقرأ، أحب أكتب poems in English. متعتي كوفي، إدمان. أحياناً بس أروح مع صحباتي ونقعد نتفرج على الناس، نتفرج على الجو، المنظر. لما يكون عندي وقت فاضي أحياناً أحب أخرج بس أتمشى، أحب أروح السوق أتفرج على ملابس، أو أحياناً أقضي كل السوق.